خارج المنافسات الأوروبية، وهذا عاد ربما تكون ميزة الإنتر في هذا الموسم. هذه كرة عرضية حاضرة وخطيرة، كرة تمر من الجميع وتصل إلى خارج أرضية الملعب. طالت الكرة على خواكين وحكم المباراة يشير إلى ضربة جزاء لفيورنتينا، ضربة جزاء لفيورنتينا في الكرة الماضية. لاحظ الكرة ولاحظ الشك، ضربة جزاء للفيولا، ضربة جزاء للفيول إثارة مع الربع ساعة من زمن الشوط المباراة الثاني. هاندانوفيتش في المرمى وجوزيبي روسي يتقدم، وربما يكون الهدف الأول للفيولا. روسي أمام هاندانوفيتش والكرة في المرمى، الهدف الأول للفيولا. روسي يسجل لفيورنتينا ويفتتح التسجيل، 1-0 فيورنتينا على حساب الانتر. وفي جوزيبي مياتا، سيد ماتاري، الفيولا امام ماتاري. ربما النتائج مميزه لفيورنتينا امام مدرب الانتر ماتاري، لكن الغياب منذ سنوات طويله عن الانتصار في جوزيبي مياتا ربما يكون حاضر اليوم، امام انتر ماتاري. 1-0 الفيولا من كوفازيتش، سيبحث عن الكرة العرضية مع التقدم إلى الأمام من جانب العبيد. أنتر الكرة العرضية حاضرة خطيرة، فرصة أمام المرمى لكن تبعد وتعود، ما زالت خطيرة. الأرجنتيني الكبير حط الكرة في المرمى، 1-1، 1-1 انتر فيورنتينا. لاحظ الكرة ولاحظ التسديدة مباشرة، كابتن انتر كامبياسو النجم الباقي من النجوم الكبار للانتر، صاحب 33. ناجاتومو ينطلق في كرة إلى الأمام، ناجاتومو يمشي كرة لألفاريز، محاولة من جانب ألفاريز العرضية والكرة عرضية في المكان المناسب، فرصة لجوناثان. جوزيبي مياتا الهدف الثاني، وفرحة موراتي، الآن بالهدف الثاني للنيراتوري. هدف جميل بعد الكرة العرضية، مرور من جانب البرازيلي والتسديدة مباشرة على المرمى، صعبة على الحارس نيتو، صعبة على البرازيلي نيتو. 2-1 للانتر، 2-1 للنيراتزوري، يعود بعدما تقدم الفيولا بهدف منذ